أهلا وسهلا فيكم، معكم بلال عيد وهنا حنتعلم أكثر. طيب اليوم في عنا موضوع كتير مهم ومفيد لكل من يريد الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية. عشان تأخذ قرار استثمار لازم تمر بسلسلة من الخطوات، 6 خطوات حنعددهم الآن مع بعض لمعرفة كيفية اتخاذ القرار الصحيح للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية. خلينا نعددهم مع بعض. أول حاجة وأهم حاجة هو الهدف. أنت كمستثمر، عادة المستثمر هدفه هو الـ ROI Return on Investment أو الـ IRR، يعني هذه معايير يعني أدوات لقياس جدوى وإنتاجية المشروع. هذا بشكل عام، المستثمر حط 1,000,000 في مشروع واحد ميجا على سبيل المثال، بده يشوف هذا 1,000,000 متى حيرجع رأس ماله وقديش حيدخل له سنويا. هذا عادة المعيار الرئيسي، لكن أحيانا ما بكون هذا المعيار، فهذا مهم النقطة التحقق منها وتثبيتها. في أحيان بيجي مستثمر هو عنده تمويل، يعني هو عنده تمويل مثلا أوروبي على سبيل المثال، وهذا التمويل قادر أنه يمول له مشروع من 5 إلى 10 مليون دولار. هذا التمويل كافي يعني بده مواصفات معينة، بده شروط معينة، فلو أنت جبت له مشروع أكبر أو أصغر ما بينفع معه. لو جبت له مشروع مثلا في منطقة معينة غير قابل للاستثمار فيها، مثلا في دول معينة لا يدعمها هذا التمويل، فهو ما بيناسب معه. فليس دائما الهدف أنه فقط الـ ROI، لكن أحيانا بيكون في أهداف أخرى. فلازم في بداية اتخاذ أي قرار استثماري في المشروع هو وضع أهداف هذا المشروع وقرارك الاستثماري إيش لازم يصب في مصلحة إيش. هاي أول نقطة، الهدف، هدف من هذا المشروع. النقطة الثانية والمهمة هي جمع المعلومات. أنا في البلد هاي اللي هستثمر فيها، شو كيف البيئة الاستثمارية، كم الـ Power Purchase Agreement، عقد مع الدولة ومع الجهة اللي حتدفع لي حق الكهرباء اللي أنا بدي أنشئ محطة عشان أبيع كهرباء، وهذا السيناريو اللي إحنا بنحكي عنه الآن. كم مدة العقد؟ 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة؟ كم مدة شو الدفع؟ هل هو بالدولار أم بالعملة المحلية؟ وشو استقرارية العملة المحلية؟ المعطيات الرئيسية وحالات وأمثلة ومعلومات عن هذا القطاع، الإشعاع الشمسي، يعني عدة معلومات واعتبارات الواحد لازم يجمعها في هاي المرحلة. بعد هاي المرحلة بتيجي مرحلة الاستشارة. هو جمع معلومات، قرأ من هون ومن هون ومن هون، بده يبدأ يستشير. بده يستشير أحيانا البزنس مان، الرجال الأعمال اللي في هذا البلد، الأجانب اللي هم زيه، ممكن مو نفس المجال لأنه مو سهل يلاقي في نفس المجال اللي هو بده إياه ونفس الفكرة اللي هو بده إياه، لكن بده يبدأ الاستشارات. وهنا بدخل أهمية إنه يشوف مثلا شركة استشارية أو إنسان متخصص استشاري في هذا المجال اللي هو بده إياه، ومن هنا بيبدأ إما بيستشيره صديق أو بيستشيره كخدمة، ويا يعني بتنتهي خدمته في مع هاي الاستشارة أو بتستمر في المراحل القادمة اللي هلأ حنمر عليها. فهاي النقطة الثالثة والمهمة هي الاستشارة، استشارة بيئة العمل، عوائد هذه المشاريع، بيئة الأعمال في هذا البلد، الطاقة الشمسية ومشاكلها وميزاتها، يعني الاستشارات، المعلومات العامة. وبالتأكيد في مشاريع كبيرة زي هيك لازم أنه يتعاقد مع شركة أو مع شخص يكون هو مستشاره أو اللي حيعدل له الدراسة أو هذه التفاصيل. هاي النقطة الثالثة في أخذ القرار. النقطة الرابعة البدائل، إيش في عنده بدائل؟ يعني دائما دائما يحرص كل شخص يريد الاستثمار في هذا المجال إنه ما يشوف فرصة ويخلص يتعلق فيها وبده يمشي باتجاهها، لا، يشوف بدائل حتى لو كله في الطاقة الشمسية. والله في هذه المدينة وفي هذه المدينة أو في هذا البلد وفي هذا البلد، وإيش ميزت كل واحدة وشو واحدة بتفيدني أكثر، وممكن كل فرصة تحقق لي أهداف أخرى. مثلا بلد بتعطي جنسية لو استثمرت فيها مقابل بلد ما بتعطي الجنسية لو استثمرت فيها، ممكن تجمع لك بدائل أخرى. فبدك تحط أمامك بعد ما جمعت المعلومات واستشرت، تحط البدائل والخيارات المتاحة، تحط 3-4 خيارات على الأقل. بعدين تنتقل للخطوة اللي بعدها هي اختيار من بين البدائل. إذا كان المستشار كشخص أو كشركة لا زال موجود معك، وهو طبعا المفروض، هو بيجي بيساعدك بيقول لك القرار الأفضل هذا المشروع أو هذا المشروع، وبيعطيك رأيه وأنت بتقرر بناء على رأي المختص، أو أنت بتعتبر نفسك مختص وبتتعب حالك وبتقرأ وبصير أنت المختص اللي حيقرر. لكن هي هاي المرحلة الخامسة، هي بعد ما صارت أمامك البدائل جاهزة في مشروع الطاقة الشمسية. هذا والله في مدينة إشعاعها الشمسي عالي، هذا في مدينة
إشعاعها الشمسي منخفض لكنها قريبة من اللوجستيات، فبكرة لما أوظف فريق هندسي بقدر أوظفه بسهولة من مدينة زي أنقرة مثلا على سبيل المثال. بالمقابل لو أخذت مشروع أرخص في مدينة زي شرناق بعيدة، تمويلها أصعب، فيها سلبيات، ممكن يكون يعني بعض اللوجستيات صعبة، توظيف ناس من مدينة شرناق أصعب، فعدة اعتبارات أخرى ممكن تخلي مشروع أنقرة هو الأنسب على سبيل المثال. فبتختار بناء على المعايير العلمية الصحيحة أنه أنا هذا المكان هو الأنسب لي وهذا المشروع هو الأنسب لي. وبعد الخطوة اختيار هو التنفيذ، وهذه برضو مهمة. في كثير من المستثمرين خلاص بياخذ ويبحث 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 ويبحث، بعدين بتردد في التنفيذ مبلغ كبير، حاسس في تردد لسبب أو لآخر. تيجي التنفيذ، إذا كانت لازالت الشركة نفسها بتعطي خدمات تنفيذية أو المستشار بيعطي خدمات تنفيذية بتستمر معه، ما كان بكون أنت بنيت فريقك ساعتها من المتخصصين والمهندسين اللي حيكونوا معك للدخول في مرحلة التنفيذ. وهاي هي الست خطوات المهمة لأن الواحد يحطها في باله عندما يأخذ قرار استثماري. وعطينا مثال على مشروع طاقة شمسية، واحد تحديد الهدف وهي من أهم النقطة وأولهم، الجمع المعلومات، الاستشارة، تحديد البدائل، اختيار البديل الأفضل، ثم تنفيذ البديل الأفضل. هذا اللي كنت حابب أشاركه معكم في خصوص مشاريع الطاقة الشمسية. إذا حد عنده تجربة أو رأي أو فكرة أو تجربة سابقة في هذا القطاع فيزودنا فيها، يكتب لنا رأيه، وشكرا جزيلا لكم.